الشركة دي عندها ترخيص أمريكي. خمسة. الشركة دي عندها تفاعل نار. خمسة. الشركة دي شغالة بالإيبوك. أعطي له خمسة. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، عاملين إيه؟ طلب مني مراجعة على شركة ماكسفاي، هي صاحبها عراقي وبتستهدف الدول العربية وبتستهدف العراق بشكل خاص. أولا الشركة دي ملهاش أي ترخيص ولا ليها أي وجود على أرض الواقع. شربتها يا كروديا؟ لما رحت على الترخيص الامريكي وبحثت بالاي دي بتاع الشركه اللي هي منزلاه في الملف بتاع الترخيص الامريكي، ما لقيتش ليها اي وجود خالص. صباح الزفت. وده شيء متوقع. او عرفت منين؟ من الاسلوب بتاع التسويق بتاعهم. زي ما انت شايف ما فيش اي اسم تجاري. هنزل على الترخيص بتاعها، اللينسز هي كاتبه الارقام او اللينسز نمبر فقط، مش كاتبه الاسماء التجاريه، وده دليل على الغش. اطلع بره يلا، اطلع بره، ناقصه هطلع الصبح. ده ايه الهبل ده؟ اولا سواء في سانت لوسيا او سواء في الترخيص الامريكي. تاني حاجه عرفت من الاداء بتاع التسويق بتاعهم، الله اكبر عليك، جايبين رياكت فيك، تفاعل فيك. ده اولا. ثانيا بيتكلم كلام مش منطقي خالص، بيقول ان هو شغال بخاصيه الفول اي بوك مش البي بوك. يعني تخيل اكس ام بجلاله قدرها وقد ايه هي شركه قديمه في السوق وشغاله بالبي بوك، ويعني ايه اي بوك وبي بوك؟ ده هفهمهولك بعدين. اولا هي كمان ما بتدعمش الا الميتا تريدر 5، دي حاجه. وكمان شغاله بالسي اف دي، وقلنا السي اف دي مخالف للشريعه الاسلاميه، لان انت مش بتمتلك بشكل اساسي لا السلعه ولا العمله اللي انت هتشتريها، ما بتمتلكهاش، انت بتتداول على سعر الفروقات فقط. وقلنا برضو الكلام ده هاكس، يعني ايه بيزنس اكاونت ب10,000 دولار؟ ولكن احنا كمتداولين قدام بنقول للناس اقل ايداع ممكن تشتغل بيه 1,000 دولار او 500 دولار، انما الشركه ما تحطلكش مينيمم ديبوزيت يعني، وتقول لك بزنس اكاونت والشغل ده. طيب بتقول لك هي فول اي سي ان اي بوك، الكلام ده مش صح. طب عرفت منين؟ لما رحت على الموقع ده سرشت على الشركه، زي ما انت شايف ماكسفاي او ماكسفاي زي ما هم كاتبين، بيقول لي ما فيش شركه في عندنا مسجله بالاسم ده. ده اولا. تتصرف مع مين؟ سرش، لو عملت سيرش على اكس ام هيقول لي اكس ام موجوده، زي ما انت شايف اكس ام موجوده. لو رحت على اكس ام كده سواء في الملف الاولاني او الملف الثاني هيقول لي ان اكس ام موجوده فعلا، ولكن بي بوك. بي بوك اللي هي شركه ماركت ميكر، الاي بوك شركه اس ان، ومفيش اي تضارب مصالح ما بينك وما بينها، وبتمرر لك صفقاتك على طول في السوق. يبقى اولا الشركه دي مش موجوده على ارض الواقع، ثانيا ضربه ترخيص، انت خنزير على الطلاق خنزير، ثالثا شغاله بالسي اف دي مش شغاله شغاله بالسبوت عامه، رابعا بقى ودي اخر حاجه سيبها للاخر، ان الشركه على موقع ويكي اف اكس، موقع مشهور جدا في التقييمات، بيقول لك لا توجد تنظيم، او موجود اهو بيقول لك لا توجد تنظيم الولايات المتحده. هي لقطه شغالات يا ولد شعب وسخ زبالة. يبقى نعمل ايه؟ نبعد عن الاشكال القذرة الزبالة دي، وناخد بالنا كويس من الشركات ومحدش يشتغلنا. واي حد شاكك في الشركة يبعتها لي، وانا باذن الله اطلع اعمل مراجعة عليها. السلام عليكم. على فكرة يا روحي احنا هنا بالدعارة محترم.